ألو، اتفضل. وعليكم السلام. شيخ وليد، أيوة معك. شيخ بس عندي سؤال وإن شاء الله أهتدي. إن شاء الله، تفضل. سالفة سالم سبلان، أو يعني ما أتذكر الاسم، أيوة، سالم سبلان، ماله؟ ممكن يعني تشرح لي إياها شنو ما فيش مشكلة. سالم القضية سبلان مالتها؟ كان عبد مكاتب، كان عبد مكاتب، نعم فاستأجرته السيدة عائشة رضي نعم الله عنها وأرضاها. استأجرته نعم السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ليخدمها. فانتقل هذا العبد نعم حتى كان عبدا عند السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فعلمته الوضوء. فعلمته نعم الوضوء. عندما تحرر السيدة عائشة علمت ذلك، أو هو قال لها ذلك. فالسيدة عائشة نعم رضي الله عنها وأرضاها لابست الحجاب. إيه القصة اللي نعم فيها؟ ما فيهاش أي حاجة. عندكم كفقه شيعي جاز للمرأة كشف ساقيها وشعرها على العبد المملوك. نعم تمام؟ إيه بقى القصة فيها إيه؟ نفسي أفهم القصة فيها إيه؟ مو أنا يعني هم سامع من شيعة ايوه، سالم سبلان، سالم قاتل سبلان، بيها أو سالم سبلان، مع مسلم ان أو الروايه فيها ضعف، لكن مش مشكله. لكن هي فيها ايه؟ القصه فيها ايه؟ نعم شيخ ما بيها شيء السيده ميمونه شيخ. رضي الله عنها وارضاها كانت بتعلم سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه مساله الحيض. كانت تقول له، وهو رجل، علي بن ابي طالب نعم رجل، كانت تقول له: نعم اذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يضطجع معي أمرني أن أتذر، يعني أن أنا أغطي النصف اللي تحت. فمسألة فقهية ما فيهاش أي حاجة، كلام محترم ما فيهوش أي مشكلة. زي بارك شيخ. بالظبط السيدة عائشة بتعلم الرجل ده الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هل الوضوء فيه شيء؟ سؤال، هل الوضوء فيه لا شيء؟ ما عندي. لا سبحان الله، فالله المستعان. ولكن نعمل إيه في العقول الخبيثة بقى؟ اتفضل. شيخنا، أنا أول شيء أريدك يعني تعذرني، أني حكيت عليك قبل، تبريني الذمة، لا إن شاء الله ما فيش مشكلة، إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله حبيتني. إن شاء الله. قل معي: اللهم شكرا. إني أبرأ إليك من الذين يقولون بتحريف القرآن. اللهم إني أبرأ إليك من الذين يقولون بتحريف القرآن. اللهم إني أبرأ إليك من الشيرازية اللهم إني أبرأ إليك من الشيرازية وكل من طعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. وكل من طعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين وأمهات المؤمنين جميعا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. كسبت الصحابة ولم تخسر أحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. مبارك عليك، نسأل الله عز وجل لنا الثبات ولك الحمد السلامة. لله. الحمد الحمد لله. لله، تسلم الحمد شيخ. لله، الحمد لله. مبارك عليك، مبارك عليك. الله الحمد أكبر، لله شيخ. الله أكبر، الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده،
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى الله أكبر الله أكبر. الحمد لله. والله إخواننا الحمد لله الحمد لله. واحد بيقول أشهد أن علي ولي الله. طب ما احنا بنشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ولي من أولياء الله، يعني إيه المشكلة؟ سبحان الله. المشكلة أن هم زارعين في عقول الشيعة أننا نكره أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله. زي بالضبط كده موضوع النصارى، لو سألنا الشيعي سؤال هل حضرتك بتكره سيدنا عيسى؟ هيقول لك لا. هل حضرتك بتكره السيدة مريم؟ برضه هيقول لك لا. طب هل إحنا محاربتنا للنصارى الآن الذين يقولون أن الله ثالث ثلاثة، هل بذلك بنكره سيدنا عيسى أو بنكره السيدة مريم؟ هتقول لي لا، ولكن نحن نحارب العقائد الباطلة والديانات الباطلة، فنحن لا نكره أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نكره أفعال الشيعة التي نسبوها إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله.